اهلا بكم متابعينا الاعزاء. النهارده هنتكلم عن حيوان جديد وهو اكل النمل. طبعا زي ما انت شايف كده عنده فرو بني لون ومايل للون الاحمر سنه بسيطه كده، وفي خط اسود بجسمه بيمتد من عينه لانفه وفمه، وزيله برضه هتلاقيه كثيف الشعر لدرجه كبيره، وهو بيستوطن في جنوب استراليا بشكل عام وفي داخل فجوات الاشجار بشكل خاص، وكان برضه موجود بغرب استراليا ولكن بدا يقل هناك لسببين: الاول بسبب قطع الاشجار اللي تعتبر موطنه، والتاني انه بدات تكتر الثعالب الحمراء اللي بتتغذى عليه، وهو بيحب يتغذى على النمل الابيض بحيث انه بيحفر التربه بمخالبه الحاده حتى يوصل لجحور النمل ويبدا بيلتقط النمل بلسانه كده. كو خلصنا فيديو النهارده، تنسوش اللايك. سلام عليكم.